اكسايتد. انا عايز اعرف كده الموضوع هيطلع ايه. فكره ان الممثل يبقى فاهم مزيكا ويبقى بيحب المزيكا ويبقى بيستطعمها حاجه اكيد بالنسبه لي انا مهمه جدا. فلو بعمل ليتس ستاي تراك هيغنيه حد كبير في السن بعمله بطريقه معينه، لو طفل فبعمل الجمله اللحنيه على ان الطفل اللي هيغنيها، فالديبندز على مين اللي بيغني، فده بيسهل عليا كتير. ايمان يونس انا اعرفها من زمان جدا، من وانا صغير قوي، لان انا بدايه علاقتي بسعاد يونس اختها طبعا صاحبه السعاده اتعرفت ساعتها على ايمان وعرفت ان في اللينك المشترك الميوزيكال، فانا بحبها جدا جدا وهي شاطره جدا في شغلها. هشام انت عندك كام سنه؟ انا طول عمري نفسي اسالك. يعني دخلنا في الثلاثينات خلاص للاسف. طب ازاي انت شغال من 12 سنه؟ من اكتر من 15 سنه. ازاي طيب؟ كنت شغال يعني وانت طفل؟ فيري بريليانت تشايلد المفروض. ايمان حضرت البدايات يعني. انا ذكي جدا زي كتير من الشباب اللي موجودين اكيد والبنات. بحب الفن والمزيكا بالذات من وانا صغير. اتعرفت طبعا على حبيبة قلبي صاحبة السعادة واخت استاذة ايمان سعاد يونس حبيبة قلبي وامي الثانية لقيتني. فهي في نص ما احنا لسه بنتعرف قالت لي يا ابني هو انت بتدرس ايه وبتعمل ايه في هندسة وليه بتدرس هندسة باللي انت بتقوله ده واللي انت بتعمله؟ فقلت لها تعالي اتكلمي مع اهلي والنبي. فبدأت من هنا اتشاركنا، هي شافت حاجة انه ينفع يحصل حاجة سوا كجيل جديد وكحد بخبرته. قبل ما تخش على ده، انت هشام انتكت مزيكا مظبوط، انتكت مسلسلات وافلام. حد ممكن صوته وحش؟ ده سؤال ليكم انتوا الاثنين. حد صوته وحش دي مشكله نعرف نسمعه من غير ما ودنا تتوجع؟ لا لازم يتمرن كويس. بتقولوا لي كل طموحي. لا 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 لو بص لو 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 لحنت له حاجه تيلرد بان هي تبقى شبه اللي انت شايفه متفصله على صوته. وفي ناس طبعا مفيش. في ناس مفيش. في ناس بيبقى اسمه اطرش يعني بيبقى ودانه مش ودنه ما بتبقاش شغاله قوي. يعني هو مش بيسمع التيون زي عمرو. ايه في حاجات في التيمبو ودنه وان تون في التيمبو. في واحد تقول له البيت اهو البيت يشتغل، شغل اي بيت فتقول له اعمل مع البيت، مش هيعمل مع البيت. طب ده دي مشكله في سمعه للتيمبو. المرحله اللي جايه هخليهم يعملوا بيت على صلاح جاهين.